حقكم، فإنكم قد بذلتم جهودا مشكورة في إيقاظ شعورنا إلى اللغة العربية، وجزاكم الله عنا خيرا. وكذلك أشكر الأخ عبد العزيز، جزاه الله خيرا، أعطانا تاريخ اللغة العربية وأهميتها وفضلها واهتمام سلفنا الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة الكرام، كيف كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن. يعني معنى اللحن، إذا أخطأوا ينبهون، وإذا أصابوا فيشوقون إلى مزيد من الصواب. وأبونا الشيخ طاهر باخ موجود معنا، نستفيد من علمه وتوجيهاته السامية. والذي آسفني أني جلست وراء قليلا، فوجدت في الطلاب عدم الالتفات إلى المنصة وإلى المتكلم. هذه الكلمات والله يا ناس قد تحتاج إلى أن تجلس زمانا طويلا في البحث في داخل الكتب. وإخوانكم جهزوا لكم وأعطوكم مجانا من دون نوال ولا أجرة، والواجب عليكم أن يكون في أيديكم قلم ودفتر تسجلوا هذه المعلومات. كيف تفوتكم هذه المعلومات؟ نعم أنتم فيكم خير. وهل الذي يأتي إلى المنصة ويقدم لكم كلمات، هل هي كلمات شر؟ فلا ننتبه إليها ولا نسمع لها، بل هذا يكلم هذا، وهذا يضحك هذا، وهذا يعمل مزاحات غير لائقة لا خلقا ولا دينا. فهذه المظاهر حقيقة مما يؤسفنا جدا. انظر إلى بعض الجامعات وهي أسوة طيبة وقدوة حسنة لنا، لا تجد طالبا إلا عنده لحية كاملة وعلى رأسه طاقية وعمامة. مدارس أنتم قد لا تستحسنونها ولا تعجبكم مناهجها، ولكن هم عندهم أصالة، وهم حسب فهمهم وعلمهم يحاكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأهل بيته العظام والتابعين لهم بإحسان. فدائما تجدهم في أدب واحترام، سواء أساتذتهم حاضرون أو غائبون، لأن ربنا يراقبوننا، إن الله كان عليكم رقيبا. فما دام مراقبة رب العالمين وأنتم في مسجد، وأنتم أين؟ في المسجد، وإن لمجلس العلم أدبا، وإن له شأنا، وإن له عظمة عند الله وعند رسول الله. وأنا وأنت إذا لم نحترم هذه المجالس. ثم الأمر الثاني، اللغة العربية، نحن حقيقة جزى الله أولئك المسؤولين الكبار الذين قد توفوا رحمهم الله تعالى، الشيخ ظفر رحمه الله ومن كانوا معه من الرفقاء، أولئك كانوا مخلصين، ونحن ما زلنا نلتقط من ثمارهم. وإلا نحن قد ذبحناها، ذبحنا اللغة العربية في الجامعة وكدنا أن ندفنها، فلا ينبغي لنا أن نكون بهذه المثابة، بل نحن نحاول خارج الجامعة، خارج أسوار الجامعة وخارج الدوام، نشتاق إلى اللغة ونشوق الناس إلى اللغة. أهل بيتنا، إخواننا، مصاحبوننا، كلهم يكونوا معنا مع اللغة العربية. فآسف جدا عندما أسمع بعض المشايخ، وإن كنت لا أريد أن أمس من شأنهم فإن شأنهم عظيم، ففي الفصول لا ينبغي أن نتكلم بغير اللغة العربية. فكيف بالطلاب؟ الطلاب
ما شاء الله طلاب الكلية نجدهم فيما بينهم يتكلمون بغير اللغة العربية، وهذا حقيقة توهين وتحقير وازدراء بهذه اللغة العظيمة التي هي لغة، كما بيّن إخوانكم بالأدلة القاطعة أنها لغة ديننا وإيماننا وكتاب ربنا ولغة صلاتنا. فكوني لا أرغب وأنا أترطن باللغة البلتية، عندما أرى إخوة بلتيين فتظنني أننا دخل في النفاق، أنا قد دخل في ماذا؟ النفاق. أنا أميل إلى لغتي وهذا موجود فيها مع الأسف، يقولون كل شيء يرجع إلى أصلي، كأن أصلنا إيش أصلنا؟ فنحن نحاول ننبه بعضنا بعضا على أن نتمسك بهذه اللغة ونجعلها شعارا لنا. وأنا مرة ركبت في الباص وجدت طالب يرفع صوته باللغة العربية في الباص، ركبت في الباص ورأيت طالبا معه زميله يرفع صوته باللغة العربية، فلما رأوني عندي كتب فواحد منهم قام قلت لا استمروا في عملكم فإن عملكم عمل عظيم وطيب وأنا محظوظ وفرحان. فعلى كل حال فالطلاب هكذا ينبغي، أولئك لا يستحيون أن يتكلموا الإنجليزية مع أن لغة أمهم ليست لغة إنجليزية ولا لغة أبيهم، وإنما رأوا هكذا فيحاكونه. نحن أنا وأنت لماذا لا نكون، بل لنا المثل الأعلى ولنا هذه اللغة التي لغته كتاب ربنا سنة نبينا صحابتنا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والدين. فأنا لا أطيل عليكم، أعتذر إذا كان هناك كلمات صعبة أو شديدة، وإنما ما أردت بذلك إلا رضا رب الرحمن، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم. عبارة